كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة وإحنا رافعين رأسنا بكل عزة وفخر، كل سنة وإحنا عايشين في سلام وأمن في كافة ربوع وطننا الغالي. كل أكتوبر وكل المصريين طيبين وفخورين بأبطالهم وبانتصاراتهم. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الندوة التثقيفية 38 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة. في الاحتفال ده وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم وإخلاصها الدائم واستعدادها لجميع التحديات اللي بتواجه الوطن. كمان وجه الرئيس السيسي خلال كلمته تحية من القلب للشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات اللي كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن. كمان وجه الرئيس السيسي التحية لشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر اللي ارتوت أرض هذا الوطن العزيز بدمائهم الغالية وسطروا أسماءهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة. خلال الندوة كرم الرئيس السيسي عدد من الأبطال اللي شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة تقديرا ليهم على دورهم وبطولاتهم المحفورة في قلب كل مصري. احنا بيسعدنا في التاسعة وبيشرفنا كمان ان احنا يكون معانا عدد من هؤلاء المكرمين من أبطالنا أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر. معانا على الهاتف دلوقتي المقاتل حسني سلامة. كل سنة وانت طيب يا بطل. انت طيب يا أستاذ يوسف. المقاتل حسني سلامة تطوع في الجيش وهو عنده 16 سنة، مظبوط؟ مظبوط، يعني 16 ونص كده. 16 ونص. طيب احكي لنا بقى التاريخ، لأن تاريخك مليء بالبطولات وبالتحدي وبالإصرار إنك تلتحق بسلاح الصاعقة المصري، ذكرياتك عن يوم 6 أكتوبر. عن يوم 6 اكتوبر فقط ولا عن مرحله؟ لان الحرب بالنسبه لي كانت جولات مستمره. تمام، لا هو 6 اكتوبر كان قبلها مراحل تمهيديه، احكي لنا كل ذكرياتك. انا طبعا يعني اكثر حاجه حاربت لمده 3 سنوات في اليمن اساسا، اكتسبت خبرات كتير وبقيت بأجيب استخدام حوالي 7 أنواع من الأسلحة استخدام احترافي يعني، وخبرات حرب وجبال وكلامنا كله بحكم إن أنا كنت شخص صاعقة مميز يعني. وبعدين لما بدأت حرب 67 في حرب النكبة دي، أول معركة حصل بعدها هي كانت معركة راس العش. معركة راس العش دي كنت أنا فيها القائد الثاني للفصيلة مكلفة بالمجهود الرئيسي وهو منع العدو من دخول منطقة دور فؤاد. الفصيلة دي كانت 28 واحد، 28 مقاتل، وبيقودها الملازم أول الملازم فتحي علي عبد الله، وأنا كنت قائد ثاني بالنسبة له. وهو أصيب الساعة 2 بالليل أساسا وتم إخلاؤه عبر القناة، وتوليت قيادة الفصيلة من الساعة 2 لحتى الساعة 4:30 الصبح لحد العدو ما انسحب من قدامنا، هو اللي انسحب من قدامنا مش احنا اللي اتنقلنا من مكان. تمام. نتيجه كميه الخسائر الكبيره اللي بوني بيها، فالحرب بالنسبه لي كانت عمل مستمر. طول الحرب في نزاف عملت جولات كتير وعملت معارك كتير، واهمها برضو من وجهه نظري معركه تلسان مرتفئ سنه 69. ورفعت فيها العلم المصري، استمر مرفوع في داخل الموقع الاسرائيلي بعد الاغاره لمده 3 أيام كامله. نفس الاسرائيليين ما قدروش ينزلوه لانه كان محطوط فوق سهيد معدني، السهيد المعدني الخاص بيهم هم. ايوه. اخر لما لقوا يأسه وهو بالعلم كل يوم، شعب السويس ما بيلاقيه بيرفرف، كانت ستات السويس تقعد تزغرف اكنها بتحيي العالم بالزهروده. تمام. واخر النهار يحيوا العالم بالزهروده. فاضطرت اليهود او الاسرائيليين يعني انهم ينسفوا السهيد كله، وقعوا ينسفوه من تحت للمفرقعات ويسقطوه عشان ينزلوا العالم المصري اللي استمر لمده 3 أيام فوق فوق يرفرف في قلب الموقع، بعد احنا ما هجمنا عليه اساسا، عملنا عليه اغاره
غير عاديه حسب توقعات الخبراء التكتيكيين الروس اللي كانوا موجودين، كانوا بيقولوا ان نسبه الخسائر فيها لن تقل عن 50%، لانها كانت اول اداره تتم على موقع حصين في خلال النهار وب 140 مقاتل من الكثير، وانا كنت قائد مجموعة قطار الفيلة. طيب بعد 50 سنة في مواقف معينة وأشخاص معينين الواحد ما بيقدرش ينساهم من الذاكرة، تفتكر موقف إيه أو فرد مين كان معاك في خلال المدة دي كلها وتفتكره بعد مرور 50 سنة؟ حي ولا استشهد؟ حي أو استشهد، اللي هو معلم في الذاكرة عندك ومش قادر تنسى الموقف بتاعه. من الأحياء أو اللي ما زالوا أحياء وربنا يمتعهم بالصحة، يا رب. القائد يعني الاستراتيجي العقلية، هو يعني عقلية حربية، يعني حتى أنا كنت أحيانا أقول له أنت بتفكرني بمونتجومري، حضرتك بتفكرني بمونتجومري، سيد اللواء أحمد شوقي الحتمي أبو غيث، كل التحية ليه، ربنا ينعم عليه بالشفاء يا رب. يا رب. ده كان قائد كبير ومتبنيني يعني في عملي وفي حياتي وفي كل حاجه، ده من الناحيه دي. وافتكر كويس قوي الله يرحمه السيد القائد صالح صدر، كان قائد المجموعه، قائد مجموعه الصاقه، وده طبعا كان يعني يدعمني دايما وكان بيوظف كل قدراتي في جميع المجالات، لان عندي ميول اخرى غير ان انا محارب يعني من طراز خاص، ان انا كان يعني عندي علاقه بالفن التشكيلي، فكنت بقعد ارسم القرارات والحاجات دي كلها، فكنت ببقى قريب من الفهم الرئيسي لاي مهمه بتتعمل، لاني ببقى خلاص رسمتها وعملت لها سقف تضامن وشرحت وعملت هياكل والكلام ده، فببقى عايش احداثها يعني. طيب. فن تشكيلي يعني صور، ده صور بتترسم ونماذج زي الماكيت كده. طيب يعني ما هو انا عايز بقى برؤيه الفنان صوره او مشهد شفته ومحفور في الذاكره لحد النهارده. مشهد استشهاد احد جنودي في معركه خان مرتضي، وهو الشهيد الوحيد اللي استشهد في المعركه دي. الشهيد ده كان مسيحي اسمه سامي زكي مسعد، وكان احد جنود المجموعه الخاصه بيا انا. قبل ما نعبر القناه كنا بنوزع عليهم بطرمانات عسل ابيض صغيره كده. كل اثنين مع بعض البطرمان، فانا كنت مسؤول عن عمليه التوزيع. فقلت له يا سامي خد دي لي انا وانت. وعشان انا مشغول يعني. وخلاص وانتهت المهم الشغلانه دي، بعد شويه لقيته جاي لي بالبطرمان، يعني حوالي نص ساعه كده لقيته راجع لي بالبطرمان فاضي خالص ومغسول، وبيضحك وبيقدموا لي كده بايده ويقول لي معلش انا كانت نفسي مفتوحه. وخلصت البطرمان كله، وقلت له يعني سامحني، قلت له لا مش مسامحك يعني، تحكمت عليه قلت له لا مش مسامحك، لكن طبعا انا وقال لي معلش يمكن تكون اخر اكله. فيعني ما ردتش عليه. المهم لما عدينا المره الثانيه اصيب بقذيفه دبابه مباشره في وشه، اخذت نص راسه بالطول. فسقط من وخد من ديني بالمتر، يعني انا حتى حسيت بقيت حاسس بصهب الرصاص الطلقه في شعري، فوقع دم مني، فاصريت ان انا اجيبه معايا وانا راجع. وبعد ما انتهيت المهمه جبته شلته وجبته وحطيته في القارب وهو وسلاحه وذاكرته وكل حاجته، ورجعته للضفه الغربيه للقناه. واثر فيا جدا كمقاتل عنده هذا الحس انه ممكن تكون دي اخر اكله بالنسبه له. وفعلا يعني حتى القائد لما قال لي في معاك شهيد يا حسني، قلت له معايا شهيد واحد
وجبته معايا ما سبتش في الرمل غير الدم. يعني في جنة الخلد إن شاء الله. أنا بشكرك جدا المقاتل حسني سلامة، أحد أبطال نصر أكتوبر، واللي كان له دور كبير في معركة رأس العش، وأحد أبطال الصعقة.